بحب ان انا اهنيكم بشهر كياك. شهر كياك خلاص على الابواب، الشهر المحبوب يعني في كنيستنا خالص، شهر التسبيح وشهر الصلاه وشهر امنا العذراء مريم. وانا بطلب منكم جميعا ان احنا نخصص هذا الشهر في صلواتنا من اجل الحروب اللي حوالينا دي، من اجل الصراع اللي موجود، ونصلي بقلبنا ان الله يعطي النعمه والحكمة والتدبير الحسن لأولي الأمر على مستوى العالم. لما بتابع الأخبار، وطبعا معظمنا بيعمل كده، بنقول هو الإنسانية راحت فين؟ اللي بيحصل وهذا العنف من الجانبين، عنف شديد جدا، هذا العنف اللي بيضيع كل معنى للإنسانية، والعنف بيجيب عنف، وكل شيء بيجيب من نوعه، من نفس النوع، فالعنف هيجيب عنف وهيجيب عنف أقوى. والحقيقة المشاهد اللي بنشوفها سواء في الضحايا، سواء في المصابين، سواء في التدمير. أنا شفت النهاردة فيلم كده دقيقة ونص عن غزة قبل الحرب، ما كنتش شفته. مناطق جميلة وشواطئ جميلة وخضرة وحاجة حلوة. النهاردة مناظر اللي بنشوفها في الأخبار مؤلمة إلى أقصى درجة. صلوا كلنا في الكنيسة القبطية، في كل الكنائس في مصر وخارج مصر، نخلي شهر كياك، وهو شهر تسبيح وصلوات وسهر، بنخليه ونصلي من أجل أن يعطي الله الناس المسؤولة والقادة المسؤولين في كل دول العالم، يعطيهم ويوقظ فيهم الإنسانية، يوقظ فيهم إنقاذ الإنسان. الإنسان مهما يكون ديانته، مهما يكون شكله، مهما يكون طبيعته، يوقظ فيهم هذه الروح الإنسانية، لأن الله لم يخلق الإنسان للعنف. الخطية هي اللي أوجدت العنف. كلنا فاكرين قايين وهابيل، مش كده برضو؟ ودي كانت بداية البشرية. فالعنف اللي احنا شايفينه ده الحقيقة غير مبرر بالمرة، وكل يوم يوجدوا شكل جديد من أشكال العنف، ويروح ضحايا من مدنيين وعسكريين وكبار وصغيرين، ولاد وبنات ومستقبل. ودايما الحروب تجيب أثر لمدة 50 سنة قدام، ربنا يرحمنا. أرجوكم تصلوا بحرارة من أجل هذا الأمر.